مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالمعتاد، كيف الصحة لهذا اليوم؟ سيسلط الضوء على موضوع مهم جدا، فقدان الوزن والهرمونات المسؤولة التي تعيق من فقدان الوزن في شهر رمضان المبارك وفي كل الشهور السنة. معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم دكتور إبراهيم عدوان، وهو استشاري الطب البديل. نحييك دكتور إبراهيم ونرحب بك في هذه الحلقة. حياكم الله الأفضل، كل عام وانتم بخير. وانت بخير دائما. أيضا مرة أخرى أذكر مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا لهذه الساعة عبر الاتصال المباشر على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأيضا عبر صفحة الحوار على الفيسبوك، وأيضا عبر تطبيق الواتساب، ونتمنى لكم متابعة مفيدة. دكتور، يعني السؤال الذي يفرض نفسه، نحن في شهر رمضان المبارك، الكل يجدها فرصة لفقدان الوزن، لتصحيح مسار الصحة، لتصحيح مسار الغذاء المتوازن، وأيضا ممارسة الرياضة وغيرها من الأمور التي تحافظ على صحته، وهي فرصة كبيرة جدا. لكن يبدو أن هناك من يحاول لا يستطيع فقدان الوزن. نعرف أن هناك أسباب عديدة نتعرف عليها من خلالك دكتور اليوم، ومنها الهرمونات. فما هي هذه الأسباب وكيف تعمل هذه الهرمونات؟ ما هي الهرمونات؟ الأول هي عبارة عن مسنجرز، يعني موصلات ناقلات تنتقل بين مسنجرز بين أعضاء الجسم وبين التشو، في أعضاء الجسم المختلفة، لتضبط حركة الجسم، لتضبط وظائف الجسم، اللي بيساعد الإنسان على أنه مثلا يعني عملية النمو، عملية حرق الأكل، الميتابوليزم، عملية الشهية، عملية الخصوبة، عملية المود، عملية التصرف، البيهيفير. فهذه هي الهرمونات. هي تعتمد على ما هو الهرمون المتأثر، أو ما هو العضو الجسم اللي بتأثر في بهذا الخصوص. تمام. 99% من الويت لوس هو هرمون، أكثر منه عملية كالوري انتيك. يعني ناس المصطلح عندنا أنه كل قليل تفقد وزن، لا، ممكن تفقد قليل وما تفقدش وزن، خاصة إذا أحد الهرمونات بالذات مثلا هرمون الثيروكسين، حنتكلم بالتفصيل عليه إن شاء الله. نعم دكتور، يعني بما أننا في شهر رمضان المبارك، كيف فعلا يساهم الصيام في إنقاص الوزن أولا؟ الصيام المتقطع بسموه، اللي هو الفترة حوالي 16 ساعة زي ما صيامنا الآن، وبيساعد على تعديل الهرمونات، يعني وعلى التوب منهم الانسولين. يعني الانسان اللي عنده سكر الان ما عندهش سكر، انا بعتبر هذه اعظم وظائف او اعظم فوائد رمضان، الانسولين سنسيفيتي. لكن في البدايه انا احب اقول ما هي، ايش السبب انه بصير هرمون امبالانس؟ ليش اللخبط بالهرمون؟ وهذا اللي بيؤدي لعدم فقدان وزن. وانا هذا اخترت الموضوع لانه اشتكوا لي كثير ناس انه يا اخي ناكل ناكلش كثير وهيلثي ونعمل تمارين وكذا، لكن ما بنفقدش وزن. فالسبب انه بيكون الانسان اكله مش صحي، بيكون عنده مثلا بياخذ ادويه، بيكون البور دايت، بيكون ستريس عالي، وحنتكلم على الهرمون الستريس، بيكون في توكسين كثير في الجو او في الجسم، ما عندوش لسه ديتوكس كويس، بيكون عنده نقص بعض النيوترينت زي مثلا نقص فيتامين سي، وهذا مهم جدا للالتهاب، بنقص البروجستيرون خاصة عند المرأة، هرمون البروجستيرون، أو بيكون بنامش كويس، أو ما عندوش ريلاكسيشن كويس دائما في حالة شد، أو بيكون مع العمر. طبعا هذه العوامل اللي بتسبب كجنرال عدم بلانس الهرمونات، عدم توازن. نعم. ما تفضل. لا يعني فعلا هذه مهمة جدا، لأن كثير هي تكون دائما الناس غافلة عن هذا الأمر، عدم توازن الهرمونات للأسباب التي ذكرتها والتي سوف تعرج عليها دكتور إن شاء الله. ما هي الأعراض؟ هي أعراض عمومية، هي الأعراض بيعتمد على كل هرمون اللي بيتأثر أو على العضو اللي بيتأثر فيه. لكن عموما بعض الأعراض مثلا يا أما بيفقد unexplained، يعني واحد بيفقد وزن او بيزيد وزن حسب هذا، او عنده مثلا نوم ضعيف،
انهم ضعيف، بس لانه بنامش، لانه في سبب بخليهم ما ينامش، او لانه دائما تعبان. يعني بنام 10 ساعات 12 ساعه بقول لك انا تعبان، او بيكون عنده مثلا الخصوبه ضعيفه، او بيكون عنده الليبيدو للسكس بتاعه حال ضعيفه، او بيكون عنده مثلا المود مش مظبوط دائما مهما عمل، او بيكون عنده يعني سقوط شعر باستمرار، او بيكون عنده دوخه. فهذا بيعتمد على العضو المصاب، يعني الهرمون المتاثر، والهرمون بياثر على جزء في الجسم. نعم دكتور، نعم يعني هنا حتى نوضح اكثر بالنسبه للهرمونات، في حاله هذه الاعراض هل هي تعني انها تصيب لجميع الهرمونات ام هرمون واحد؟ هل يمكن ان يكون خلل في هرمون واحد ويؤثر على بقيه اعضاء الجسم؟ لاحظت جيده، ممكن هرمون واحد ياثر على الجسم. نعم لازم يكون توازن ككل، ما ينفعش مثلا يكون مثلا واحد بوكل اكل جيد، واحد بنام بحاول ينام او بنام بحاول ينام بيعمل كل شيء، وعنده مثلا الثيروكسين غده الثيرود الدرقيه ليزي كسلان، لانه هرمون الثيروكسين واطي، فلازم العدل. واحد مثلا عنده مثلا انسولين ريزيستنس، هنتكلم عنه بالتفصيل الآن. فهرمون واحد بيعمل تأثير، لأنهم بتأثروا ببعض، هنشوف الآن كيف بتأثر على بعض. أنا اخترت 5 هرمونات اليوم، إن شاء الله هنتكلم كل واحد بالتفصيل. تمام، إذا الأعراض إحدى هذه الأعراض أو كلها مجموعة بطبيعة الحال تعني أنه هناك فعلا خلل في عدم توازن الهرمون. نتحدث اليوم دكتور أيضا عن وظيفة الأنسولين وعلاقتها. نعم الانسولين يفرز من خلايا بيتا سيلز في البنكرياس. الانسولين يفرز عندما لما ناكل اكل نشوي او سكري او اكل طبيعي، يفرز الانسولين وظيفته، بياخذ هذا السكر لانه بيتحول في النهايه الى وحده بسيطه اللي هي الجلوكوز، بياخذ هذا الجلوكوز السكر وبيحطه في الخلايا اللي تعطينا الطاقه، اللي تعطينا الحركه، تتحرك فيها بيعطينا الطاقه سواء للجسم او للمخ. كل ما كان أكثر نشويات وسكريات، كل ما البنكرياس تفاعل وأفرز لنا هرمون الإنسولين. بيجي عليه وقت هنا أن الإنسان لما بيأكل كثير سكر بيصير الخلايا انتلت سكر، فبترفض، لأنه لو أنت عندك في الصورة بتلاحظي في كل خلية، الصورة الموجودة عندك بتلاقي في خلية فيها المستقبلات ريسبتورز للإنسولين، هذا الريسبتور بتنتلي خلاص بتبطل تاخذ، بتقول الانسولين خلاص ام فول اب من الشوجر مثلا، فبيسكر هذا الريسبتور. بدل ما كان اول ما يجي الانسولين يجي على الريسبتور بتاعه يفتح، زي مثلا تحطي مفتاح في الباب بيفتح، لكن في مفتاح ثاني خلاص لانه جوا، لانه صار مليان شوجر. فلما بنيجي نحلل بنلاقي السكر عالي في الدم والانسولين عالي في الدم. نعم. هذه بداية اللي بنسميه احنا انسولين ريزيستنس، يعني الجسم رافض مقاوم، يعني رافض ياخذ انسولين لانه ببساطة الجسم الخلايا مليانة سكر، ولهذا بتبدأ اعراض السكر من هنا. اذا ما دام عليها سكر، السكر مادة مؤكسدة، مادة سامة. يعني ايش مؤكسدة؟ زي ما ندفع التفاحة مثلا بعد مدة تتغير لونها، او الحديد يصبي، هذا الأكسدة. وجود السكر الكثير في الدم بيعمل التهاب لأعضاء الجسم، بصير مؤكسد يعني دار. فهنا الجسم بيضطر والأنسجة تفرز كمية كبيرة من السوائل عشان يتخلص من هذا المادة المؤكسدة الضارة للسكر، فهنا بصير يبول كثير، وهنا بيضطر لما يبول كثير ويفرز مية كثير، حيضطر عايز يشرب مية كثير. فإذا بيشرب كثير وبيقول كثير بسموه كولي ديبسيا التعبير الطبي، هذا واحد من اعراض السكر، شرب ميه كثير وبول كثير، عرفنا هذا السبب. كمان في نفس الوقت بيكون جعان لانه الخلايا مليانه سكر، لكن كمان السكر كله موجود في الدم، فبصير جعان عايز ياكل، بوكل ولكن ما بيستفادش. نمرة ثلاثة كمان في الأعراض الثانية، إنه بصير الإنسان الوند هيلينج متأخر وهكذا، فهذا بسموه البري دايابيتيك. وهذه بعض الناس لما بروح أحلل ساعات بيلاقي إنه طبعا هو المفروض الطبيعي يكون الشجر بتاع الجسم
يعني الشخص العادي لغاية 99 أو 100 ملي جرام، يعني حوالي 5 وشوية 5 و7 وكمان يعني 100 ملي جرام. بعد الأكل ساعة أو ساعتين يكون حوالي 140 أو أقل. هذا بالنسبة للإنسولين. فالإنسولين إذا الزيادة كمية إذا كمية السكر لما بطل تاخذها الخلايا بوديها الإنسولين عوين على الكبد والعضلات بيخزنها سكر مخزن مراكب اسمه جلايكوجين. طيب انتلت الكبد وانتلت العضلات، وين بودي الجزء الثالث؟ بودي على هاي الدهون، ولا بنسميه دامبنج هرمون، دامبنج فات، بيزود لنا الدهون ونفس الوقت بمنع تكسير الدهون. هذه الخطورة هنا. طيب الدهون تتكون حسب السكس، يعني بالنسبة للرجل أبل شيب حوالين الوسط، والمرأة حوالين الأرداف والأفخاذ. تمام. طيب دكتور، الآن كيف يساعد الصيام في عملية توازن الإنسولين؟ ما هي النصائح؟ لما احنا صايمين استهلكنا السكر الموجود في الخلايا خلاص فضيت، إذا الإنسولين صار يشتغل، إذا الجسم صار سنستيف. ولهذا أنا بعتبر دائما كل سنة أقول وظائف الصيام، وهذا أعظم وأهم وظيفة، لأنه كمان مش بس إنسولين إنه معناها زيادة السكر، يعني مرض السكر تايب 1 أو تايب 2 أو تايب 3 الزهايمر، كانسر، لأنه إحنا حكينا في حلقة الكانسر خلايا السكر تتغذى 500 مرة أكثر على السكر، بالإضافة لأنه بيزود الدهن. فإحنا في الصيام إحنا استهلكنا السكر حتى المخزن والجلايكوجين اللي في الكبد، واستهلكنا الخلايا السكر اللي في الخلايا، عشان كده بنقدر نحس بجوع ونحس لاكم انرجي، طاقتنا ضعيفه وتعب. فهنا الجسم بصير حساس، اذا هنا ما فيش سكر، اللي عنده مرض السكر راح، وهذا فرصه عظيمه لا تعوض. اللي عنده مرض السكر تايب 2 يبدا يرجع ريفرسل، يرجع للطبيعي. حسب هنا الله اعطانا هذه الفرصه انه الان في انسولين سنسيتيفيتي، يعني مشكله السكر ككل يعني انسولين ريزيستنت، الان صار انسولين سنسيتيفيتي، فالجسم صار قابل ان ياخذ الانسولين، قابل ياخذ السكر. تمام. فهنا بيعتمد الانسان ايش ياكل اول ما يوه. وهذا نتكلم ان شاء الله بالنسبه للاكل التي ذكرتها، يعني كتعويض البروتين في هذه الحاله. وهو هنا عشان لانه السكر بيزيد الانسولين كثير، عشان اعمل توازن للسكر انا ما ينفعش اكل مثلا 3-5 تمرات، لازم مع كل وجبه. اذا الصيام مزبوط حتى في الايام العاديه، ممكن مثلا بدك تصوم رمضان صيام عادي، ممكن تصوم على ميه، تعمل فتره بين الفطور وبين العشاء مثلا، هذا الصيام. بعدين دائما قد ما نقدر يعني نقلل او نتخلص من السكر، يعني احنا صار عندنا عاده رمضان حلويات، وهذه غلط، فيش حاجه اسمها قليل او لا، رمضان ما فيش حلو، اذا ولا بد اكل حلويات مش مريض سكر، انا بتكلم عن الشخص العادي، قليل من التمر او قليل من العسل او قليل من الدارك شوكليت، هذه مهمه كمان، او قليل من العسل الاسود اذا ولا بد. لكن السكر حلويات لا. في الاب بروتين، ليش؟ لانه بروتين ببطئ امتصاص السكر. المشكله لما يكون السكر بس، يعني اكل كمر كثير او عسل كثير او فواكه كثير او خبز او بسطة او كذا، السكر روكت بيطلع في السكر عالي في بسرعه. لكن لما يكون معاه بروتين بيساعد على تدريجيا ارتفاع السكر وبينزل ببطء، بعكس لما يطلع بسرعه وينزل بسرعه. كمان اللي بيساعد كمان يكون معاه فات، يعني جود فات، الزيتون، اي نوع من الفات، حتى لو ساتوريتد فات، يكون معاه فات في الوجبه يعني. جرين تي، الشاي الاخضر، وفي فات وفي الشاي الاخضر، لانه مهم جدا في ماده الكاتشين، هذه بتقلل بتحسن حساسيه الانسولين، بتعمل انسولين سنسيتيف. ومغنيسيوم ريتش فود، المغنيسيوم مهم جدا كمان على فكره، الناس احنا كانوا بيفكروا المغنيسيوم بس لضغط الدم او صداع، المغنيسيوم للسكر كمان، المغنيسيوم بحسن السكر. ولهذا المغنيسيوم ريتش فود اللي موجود وين؟ موجود في الدارك جرين ليف فيجيتابلز، يعني الخس، السبانخ، الكورياندر، الجرجير، كل حاجه الخضراء يعني. نعم. الكيل، البروكلي وهكذا، النفس، المكسرات. تمام. هذه كمان بتساعد كثير في الدكتور التحكي. بالنسبه لل ذكرت يعني يمنع اخذ اي سكريات، بالنسبه لل
مرضى السكري يعني شفاهم الله إذا أخذوا يعني تمرة واحدة عند الإفطار، هل هذا فعلا رح يرفع أو يأثر دكتور؟ شوفي اللي عنده تايب 2 أنا بقول فرصة لا تعود، إذا ما إذن ترفيرس الشو يرجع سكره للطبيعي فرمضان مش حيحصل. هو الخوف اللي يظل يجي عليه وقت، ودائما خلي المشين هي الأساس. يعني قيس المريض السكري، قيس سكره قبل الصيام، قبل الأكل مثلا، وبعد الأكل بساعة أو ساعتين، ويحكم سواء أكل تمرة أو اثنين أو ثلاثة أو ما أكلش، ومن هنا المشين هي اللي بتحدد يأخذ أو ما يأخذش. أنا رأيي ما يأخذش، لأنه أنا بحط في مخي أنه من مريض سكر عايز أتخلص أنا من السكر، عايز ريفيرس أرجع طبيعي. أنا الآن اللي أعطاني هذه الفرصة أنه صار عندي إنسولين سنسيتيفيتي، الإنسولين صار يشتغل بتاعي، راحت المشكلة الرئيسية اللي كان السبب لي السكر، الإنسولين ريزيستنس. فأنا أخذ بالي من أكلي، الجسم زي ما قلنا وإحنا صايمين بفرز الفضلات من الكبد، من المعدة، الأمعاء، البنكرياس، الفلتر اللي هي الكلية، كل هذا بروح في الدم، عشان كذا بنحس بلاك وإنرجي وفتيق وكذا، ونحس الفضلات هذه. إيش عزل نغسل الفضلات؟ محتاجين مية أكثر من أي شيء تاني، فكوباية أو اثنين مية، شوربة، سلطة، وأكل مثلا جود سلط مع قطع السمك، قد صلات مع قطعة لحم أو قطعة دجاج أو هكذا. إذا ولابد بعد أكل، أنا ممكن بأكل الحاجات اللي هي الفواكه اللي هي البيريز، عائلة البيري، هذه سكرها قليل ومفيدة جدا لتعين السكر. تمام. لكن نعم، لا بس يعني هو بالنسبة لي هل هذه الطريقة فعلا تنفع لعاهدي بمرض السكر، يعني الحديثين بإصابتهم بمرض السكري، أم هي فعلا هي تساعد حتى الذين مر عليهم سنوات بمرض السكري؟ واحد طيب تو زي ما قلت لك، خلي المشين تحكم، بس يمشي على النظام هذا. يعني نعم. يعني انا مش عايز اقول لا كيتو دايت ولا ريستريكتد كربوهيدرات، لانه هل هو كيتو دايت ولا ريستريكتد كارب؟ لا، انا اقلل الكربوهيدرات، يعني ابعد عن الخبز ولا ملوش لزوم الخبز والرز وهذا انت بدك الالياف، ممكن في الفواكه، ممكن في النقص المكسرات الالياف. جرب نفسك يا اخي بقيت رمضان وخلي المشين تحكم. تمام. خاصة هذا تايب 2، سواء البادي، ما هو البادي يعني يكون عنده بري دايابيتس، أو اللي عنده من الأول. هو المشكلة بس أنا مش عايز يجي وقت عليه ويكون مثلا التراكم هيموجلوبين A1C يعني كانت كنترولت، فبقول لك لا خلاص ما ينفعش الدواء ده اللي بنحطه مع انسولين. الفكرة أنه لما يصير يأخذ انسولين، الخلايا اللي بتفرز البنكرياس تبدأ تموت. صحيح. طيب. لكن الآن التايب 2 الخلايا ما زالت تفرز إنسولين كمية عادية زي الشخص العادي، لكن مشكلة في الإنسولين ريزيستنس، وجانا هدية الآن إنسولين سنسيتيفيتي. تمام دكتور، اسمح لي بس قبل أن نواصل، بس في أسئلة وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. يسأل أنه مصاب بحساسية في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ونصحت أو نصح بزيت القرنفل مع D3 والغرغرة بهم، كيف أحصل على D3؟ هو يعني يسأل كيف يحصل بنوع D3؟ T3. نعم D3، فيتامين D3. تي شاي تي 3 وموجودة في الأمازون، موجودة إذا كان هنا في بريطانيا. هو حد الدكتور D3 فيتامين D. فيتامين D3. نعم. لا بتقول غرغرة، ما الغرغرة فيتامين D. من T3 يعني. نعم صحيح، هو حصل معه إذن. والتي 3 أخوانا تي زيت. بالضبط. زيت هو الكلوف أول زيت القرنفل، موجود في الصيدليات، موجود في الهيل شوب، موجود على الامازون. نعم، لكن موجود. نعم. في الصيدليات ولا هذا، انما دي 3 هذا حاجه ثانيه، فيتامين اللي ناخذه عشان المناعه، دي 3 وفيتامين سي والزنك كلامنا عنه كثير. تمام طويله، لكن نتكلم على الغرغره، الغرغره والمضمضه، الغرغره بتي 3 والفيتامين دي 3 للفيتامين اللي اخذه. نعم صحيح. للتصحيح دكتور فقط. في سؤال آخر، الأخت الكريمة تسأل أنه كيف تتوازن هرمونات المرأة، ولماذا هذا السؤال الأول، ولماذا تنتفخ الأرجل من ناحية السفلى في الليل قبل النوم؟ شوفي خليني أكمل الحلقة وبعدين أجل، فكريني بهذا السؤال لأنه قدامنا 4 هرمونات، خلينا نخلصهم.
طيب. نتكلم كيف نعمل توازن الهرمون ككل جنرال. احنا نتكلم الان كل واحد نعمل توازنه. احنا عرفنا كيف نعمل توازن للانسولين الان، وهذا راح يخص نفس السؤال الاول اللي هي كيف توزن هرمونات المراه. طيب عوده الى الهرمون، الهرمونين اللي هو هرمون الشبع والجوع ليبتين وغريلين، وحابين نعرف وظيفتهم في جسم الانسان وكيف فعلا هم لهم دور كبير في انقاص أو زيادة الوزن. نعم، إذا خلصنا إحنا الإنسولين وأهميته وكيف نعم. نعمل توازنه وإيش أهميته وإيش وظيفته وإيش خطورته، لأنه كمان زي ما قلنا الإنسولين لما زيد كثير بزيد حاجة اسمه إنسولين جروث فاكتور 1 و 2، لكن جروث فاكتور 1 هو من أحد مسببات السرطان. المهم خلصنا منه، نمسك الهرمونات، هرمونين مع بعض ليبتين وغريلين، هذول عكس بعض. ليبتين هرمون الشبع، ستاتي هرمون بينقص الابيتايت. هذا نعم. وين يفرز؟ من الدهون اللي في الجسم، في دهون بيفرز هذا الهرمون. هذا بيعطي يعني رساله للمنطقه في الجسم هايبوثالاموس، الهايبوثالاموس اللي بتعطي رساله للغده الدرقيه الكظريه، غده الكظريه بعد الغده الدرقيه. المهم الهايبوثالاموس بتعطي اشاره انه خلاص الانسان شبع فل ستوب، فهذا هرمون الشبع بنقص الابيتايت. بعكسه تماما وهذا يفرز من الدهني، هذا الانسولين بروتيني عشان كذا عايزين بروتين، هذا دهني يفرز من 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 الاماكن الدهنيه في الجسم، وهذا هرمون الشبع وبقلل الشهيه. الهرمون الثاني غريلين، غريلين يفرز من المعده، من جوا المعده، وهذا هرمون الجوع. دائما كل ما يزيد هذا الهرمون، خاصه عند الناس اللي عندهم زياده وزن في الوسط، يكون عندهم دائما عندهم شهيه مفتوحه وعايز ياكل عايز ياكل، ولهذا ما بيعملوا ربط المعده عشان يتخلصوا من هذا الهرمون في المعده. فاذا الليبتين هرمون الشبع بينقص الشهيه، الجريلين اللي يفرز من المعده هرمون الجوع، وهذا الهنجري هرمون. كيف نوازن بينهم دكتور؟ كيف نوازن جود سليب والستريس والبعد عن الشجر واي نوع من الاكسرسايز ستريتشنج كذا مع الصيام. هذه العوامل او الخمس عوامل. وفي حال توازنهم تكون العمليه محكمه يعني بين الليبتين والجريلين. والجريلين تمام، زي ما قلنا ما ننساش اللي بيعمل ربط معده عشان يتخلصوا من هرمون الجريلين، هرمون الجوع. نعم. نشاهد في الصورة أنه الليبتين والغريلين بينهما طريقة كما شرحتها دكتور في عملية التوازن. وندخل إلى الكوليسترول، لا أدري إذا كان في أي شيء تريد تضيفه في هذه بين الهرمونين. قبل الأكل بيكون الليبتين بيكون الغريلين عالي، بعد الأكل بصير الغريلين واطي والليبتين عالي، وهكذا. يعني شوفوا الصورة كيف عاملة زي سلم كذا طالع نعم نازل. نعم، رقم 6. نعم، وهذه كثير مهمة لمعرفتها دكتور، لفهم فعلا عملية التوازن بين الهرمونين. طيب العودة إلى مهم جدا هذا الهرمون الكورتيزون، وهو أهميته تكمن في ارتفاعه، ماذا يحدث وفي عدم توازنه دكتور؟ هو الكورتيزون، الكورتيزون هو هرمون معروف للستريس. من يفرز الأول؟ هذا يفرز من غدة فوق الكلية، غدتين اسمها سوبرا رينال، سوبرا عالي رينال الكلية، غدتين فوق كل كلية اسمها السوبرينال جلاند أدرينال جلاند. هذا الهرمون دهني، يعني يفرز من سبحان الله، وجنبه يفرز أدرينال من نفس الغدة، الأدرينالين بروتيني وهذا دهني. نعم. هذا ستريس هرمون، هو من وظائفه انه هو اللي بيشرف او بيعدل، او دائما بيكون عالي كثير في الايرلي مورنينج، عشان كذا بيعلى هو الادرينالين. عشان كذا احنا بنقول في هاف بريكفاست لايك ا كينج، ولهذا مهم السحور جدا، لانه بيكون تحرق، بيكون عندك ادرينالين وعندك كورتيزون عالي، بيبدا ينزل بالليل. وهذا اللي بيعرفش ينام بيكون عندهم كورتيزون في الليل واطي، سوري عالي، ولهذا المفروض يكون واطي، وبيكون في النهار هو في الايرلي مورنينج، خاصه في النص الليل بالايرلي اورز الصبح بيبدا يعلى 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 هو الادرينالين، وبعدين
بينزل لانه بيطلع هرمون النوم ميلاتونين من غده وسط المخ. تمام. فهذا بينظم يعني مهم جدا انه هو اللي بينبه او استيميليت الدهون والشجر بيطلعها من الكبد علشان تعطينا الطاقه، وهو اللي بيساعد على خروج او استيميليت الانسولين ريليس عشان يعمل بالانسنج للشجر. لما بيزيد الكورتيزون بيزيد الشهيه، بصير عنده كريفنج الواحد للشجر وللملح وللفات، ولهذا بتكون الابدومينال فات اللي هي الابل شيب. نعم. البطن نعم. وهذا بيؤدي الى الميتابوليك ديزيز اللي هي السكر والمرض السكر والقلب وهكذا. كمان هو زيادته بيقلل هرمون الذكوره التستوستيرون، هرمون الذكوره بيقلل العضلات في الجسم. تمام دكتور، بس نقطه يعني حتى تكون واضحه اكثر، ارتفاعه دائما هي هنا تكمن المشكله. ارتفاعه المؤقت كويس، يعني الاسترس المؤقت لو انا بتعرف تجيب الصوره. نعم. مش عارف شايف انت هنا هاي الفيشس سيركل اهو، عندنا وتكلمنا على الاسترس في البدايه الاول، الارم ستيج، ريزيستنس ستيج، اكزوشن ستيج. شوف الانسان كيف بوصل لما بوصل لمرحله الفتيج النهائي والجسم، وحتى بصير ادرينال فتيج، بصير الانسان خلاص يعني تعبان نهائي يعني. نعم. الطرق اللي هي الهامة لإعادة أيضا توازن في هرمون الكورتيزون ما هي؟ زي الاكسرسايز كثير مهم، والجود سليب في كان في هذه الحالة أسرع حاجة بتساعد الدارك شوكولات، الشوكولا الداكنة. نعم. لكن الدارك شوكولات طبعا هتقول لي حلوة، حلوة، بس انت تشوف في شوكولات فيها 80-90% كوكو الكاكاو، لانه قيمه الشوكولات بكميه الكاكاو اللي فيها. ولان انا بستعمل كاكاو ككاكاو، انا برشه مع الزنجبيل على اكلي، مع الزنجبيل والقرفه. نعم. لانه هذول الثلاثه بيلعبوا دور في السكر وفي القلب. يعني هذه بسرعه بتعطيك كمان الفيش اويل بيلعب دور كثير كويس زيت السمك. نعم. في نوع زيت السمك دائما انت بتوصى عليه دكتور، نوع معين اسمه كريل اويل، بتلاقي لونه بني يعني احمر غامق. ليه؟ لانه معمول من السمك الصغير كريل. وبعدين في امتصاصه 10 اضعاف احسن من امتصاص الفيش اويل العادي. بعدين محتوي على مادتين مهمه، واحد واحد اسمه استاكزانثين اللي هي هذه نوع من البيتا كاروتين المهم للقلب، وفي فوسفوليبيد للبرين، هذا مش موجود في الفيش اويل العادي. تمام. امتصاصه اسرع واحسن. وبعدين مادتين هذول، واحد استاكزانثين للقلب وفوسفوليبيد للبرين. يعني الزيت هذا ممكن اي حد يعني يستخدمه، اي انسان عنده اي مشكله صحيه، وحبه صغيره واحده بس تاخذ في اليوم، يعني في هذه الثلاث، في الاوميجا 3، في الاستاكزانثين، وفي الفوسفوليبيد. تمام. ذكرت اللي هي طبعا كالمعتاد دائما البكتيريا الصديقه واهميتها مع عشانها. بس انا قبل ما هذا عشان ما انسى ريما، كمان عشان تعمل ريلاكس التكنيك، هنرجع ثاني تمرين تنفس. اذا عندك تمرين تنفس تعمله وانت مرتاح عليه اعمل، انا بفضل هذا بريحني، وهذا ثبت يعني بيساعد. خصوصا انت انكزايتي، انت ستريس، انت ديبريشن، عندك قلق وستريس. بس نذكر دكتور، بس نوضح مره اخرى اللي هو طريقه عمليه التنفس اللي هي المتوازنه اللي ذكرها دكتور ابراهيم عدوان في حلقات عديده، والان يوضح لنا مره اخرى دكتور، يا ليت تعطينا طريقه ما هي. اولا عكس المفهوم الخاطئ دائما لا شالو بريثنج، الفم دائما كلوز، الفم نستعمله لحاجتين، لا الكلام ولا الاكل، غير كذا لا، فيش نفس من الفم، لانه الفم البلعوم المريء المعده، الانف الحنجره الرئه، فما ينفعش انا اتنفس من فمي، لا. هذا اسمه بوتيكيو بريثنج تكنيك، الفم مسكر، اخذ لمده نص دقيقه نفس شهيق وزفير من المناخير، بحيث لو حطيت اصبعي تحت انفي يدوب اسمع النفس. وتم مسكر، بعدين اروح اسكر
بصير اطلع على البودي كلوك، يعني على الواتش ساعه الحيط او على الموبايل او على عد. انا في البدايه يعني من شروطه ما تعملوش وانت 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 ماكل، اذا كانت فرصه نعمله في رمضان ما فيش اكل في المعده. لما تتنين وهذه مهم جدا، دونت ستريس، ما تحزقش، يعني انت حت ما تضغط نفسك، ما تضغط على نفسك. نعم خالص ما تضغطش، اذا تعد كانك الساعه واحد اثنين، يمكن في البداية تجيب خمسة، ارخي بعد كم دقيقة اثنين ثلاثة عاود اعمله تاني. مهم جدا لان عندهم ربو، لان عندهم انزاتي، لان عندهم ستريس، لان عندهم ضغط دم، لان عندهم كذا، يعني حقيقة مفيد. لما تيجي تنام السنة انك تنام على جنبك، لكن لازم تاخذ ركبك على صدرك، هذا بريح الرئة. تمام. وتم نعم. لازم نسكر، خطورة للموث بريذنج، من هذا بسبب مرض قلب وضغط دم. الموت بعض الناس بيشخر ويتكلم من هذا، بيساعدك على انك تتنفس من مناخيرك. في ناس كثير اسمه موث بريذنج، بتنفسوا من تمهم بتشخروا بالليل، هذا بيساعدك انك تتنفس من مناخيرك. فخذ ركبك على صدرك، لما تروح على جنبك شمال نفس الشيء، خذ ركبك على صدرك ونام ان شاء الله. طيب دكتور، بس ذكرت لانه نقطة مهمة جدا، انه ما يقوموا بهذه العملية وهم يعني ماكلين أو في طعام حتى لا يسبب الإسهال، صحيح هذه النصيحة؟ بعمل الإسهال وبعمل مغص وبعمل تعب. ونمرة اثنين، لما يحزق بصير عنده ألم شديد في، بصير يقول لو عندي قلب، ألم شديد في العضلات الصدر يعني. طيب دكتور، ناخذ فاصل قصير، ومشاهدينا اللي بعثينا وبيتابعونا على وعد أنه دكتور إبراهيم راح يجاوب على كل أسئلتكم، بس بعد هذا الفاصل القصير كونوا معنا. حيكم مجددا مشاهدة الكرام، كيف صحة وموضوع حلقتنا فقدان الوزن وعمل أو وظيفة الهرمونات المسؤولة عن فقدان الوزن، مع الدكتور إبراهيم عدوان وهو استشاري الطب البديل. نحيي كل أسئلتكم ونحيي كل متابعينا، ونحيي أيضا الدكتور إبراهيم عدوان، أهلا وسهلا بك دكتور. طيب قبل أن تسترسل دكتور في بقية النصائح لأهمية الحفاظ على توازن الهرمونات في أجسامنا، وأيضا نصائح الهامة بالغذاء المتوازن وغيرها، لدينا عدة أسئلة. كان السؤال اللي وصلني من المشاهدة الكريمة التي كانت تسأل عن كيف تتم توازن الهرمونات عند المرأة، هذا الجزء الأول من السؤال. اللي عند المرأة زي عند الرجل نفس الشيء، بس في المرأة في حاجة اسمه استروجين دوميننس، هذا آخر واحد من الهرمونات ممكن لو أتكلم عليه. لما يكون في استروجين دوميننس، يعني إحنا في المينوبوز لما المرأة تعدي مثلا 50 أو كذا، بصير بيقل هذا الهرمون. لكن عموما هو بيلعب دور، نعرفين وظيفته في الجزء الأول من المستروسايكل وبعدين البروجستيرون، مش هنخش في التفاصيل. لكن اللي بيسبب لخبطة الهرمونات الاثنين، هذا الاستروجين والبروجستيرون، اللي بيسموها تكيس او تكيسات على الاوفري، بوليسيستيك اوفري سيندروم، او في الرضاعه، او انوركسيا، واحد او واحده بتاكل بتقيء مثلا، او مثلا فيجرس اكسسايز، بيلعب رياضه كثير. المهم يعني لما الهرمون بيجينا كمان صار يجينا من الاكل، استروجين دومينانس، يعني وين الأكل أكثر شيء موجود فيه، اللي هي الدائري واللحوم الحمراء، لأنه هذه مصدر من مصادر الاستروجين دومينانس. هذا خطر طبعا، تو ماتش استروجين خطر، لأنه احنا عارفين كانسر بريست أو كانسر يوترس عند المرأة، والإندومتريوسيس المعروف. نعم. هذه بطانة الرحم المهاجرة. نعم، والبريمينسترال تنشن والديبريشن وال وحتى الكانسر عند الرجل، اللي كانسر بريست عند الرجل، هذا استروجين دومينانس. نعم. في هذه الحاله الواحد طبعا حتى علاجها بصير عشان نقلل الاستروجين، سواء عند المراه عند الرجل. فلما يكون الاستروجين بيكون حتى لو كان قليل، وهذا عادي، بيكون بدل قلل البروجستيرون، الاستروجين بيعتبر دومينانس، يعني مسيطر. فهي نفس الطريقة تاع التوازن هذا، بس في هذا الاستروجين هنا النصيحة انه توقف الدايري والريد ميت، يعني تروح على الفيش، على التشيكن. نعم. على البيض، على البلانت، يعني العدس، الفول، الحمص، الكذا، يعني تمام. اكثر طيب.
لدينا اتصال من عز الدين الجزائر. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم الأستاذة الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك. والسلام وصول الدكتور الكريم. حياك الله. أما والله في هذا الحجر الصحي أنا نظن الخطأ الكبير هو يكون على المرأة، السبب الوحيد لعدم الحركة. احنا شوف الرجل يقدر يتحرك شوية، بصح المرأة هذا نقولوا المكوتحة في البيت وعدم الحركة هذا يؤدي لي. احنا عندنا مثل الجزائري يقول لك أتغدى وتمدى وتعشى وتمشى. احنا الحركه كيف تساهم في فقدان نقول الوزن. بصح انا نظن احنا عندنا النساء في الجزائر وخاصه الدول العربيه النساء كانهم سمان بتاتا. انا نظن من الخروج هذا الحجر الصحي النساء كلها تخرج ترفد. اما اقول لك كلمه، انا نعطيك سؤال. شوفي احنا نعطيك بيتين من الشعر لمفدي زكريا يقول لك تقدس باب الواد مسقط ورأسي وإلهام حسي وربد أبي ومرابع أمي ومغنى سباي وأحلام أرسلي. مرابع أمي، إحنا المرأة بكري كانت تتربع كانت تعجن تغسل. عز الدين والله وضحت الفكرة، لكن أكيد الحركة فيها بركة أكيد، ولكن راح يعلق الدكتور على هذا الأمر إن شاء الله. نأخذ اتصال أم يوسف من لندن، أهلا وسهلا بك، تفضلي. السلام عليكم. رمضان السلام مبارك. ورحمة الله وبركاته. أنت والدكتور جزاكم الله خيرا. وياك أختي. أنا بريدايبيتك. تفضلي نسمع سؤالك. أنا بريدايبيتك وعملت ريجيم قاسي. أيوة عملت ريجيم قاسي ونقص 20 كيلو ولكن الآن ما بنامش. أعمل أنا أخذ تريبتوفان وهذه ولكن ما بنامش الليل. بتاخذ الحبوب السكر ولا ما بتاخذي؟ لا لا لا، أنا بريدايبيتك عملت رجيم قاسي خلاص، أنا مش بريدايبيتك إنيمور. تمام. ولكن نقصت وزني 20 كيلو والآن أنا لا أنام ليلا. لا تنامي ليلا. وأخذت تريبتوفان ولا لم يساعدني. طيب دكتور لحظة بس خليكي لأم يوسف، دكتور راح يجاوبك. دكتور بعد ما فقدت والحمد لله يعني حاولت أنها أنا بنصحش الفقدان. نعم. الفجائي مفروض الفقدان يكون تدريجي، يعني كل أسبوع نص كيلو ماكسيموم كيلو، لأنك أنت هي عملية اضطراب للغدة الدرقية، لأنه لما كان عندك زيادة وزن احتمال كان الغدة الدرقية ناشطة. أيوة. كويس كثير، يعني لما نزلت الوزن الغدة الدرقية بتنزل، يعني بصير ليزي وهذا أحيانا بخليهاش تنام. حاجة ثانية كمان عشان تساعد على النوم بدها تأكل يعني مثلا الأكل خضار كثير كويس، الفروت مش الحلو كثير عشان تظل محافظة على الحالة اللي فيها تخلصت من البريدابيز مش فاري جود. بس عملية نقص الفجائي هذا عملها امبالانس للهرمونز، فأنا رأيي تستعمل اللافندر أو الفرانكنسنس أويل. أيوه. كان في هذا بيساعد على النوم، لكن بنصح تعمل تحليل هرمونات لو طبعا. راحت الجي بي بتاعها ممكن يعملها تحليل هرمونات وخاصة الكورتيزول، عايزين نعرف الكورتيزول عنده ستريس ولا لا. تمام. طيب هذا اللي بيلعب دور أساسي في حالتها بالذات. ممتاز إن شاء الله. لكن عموما فيش أويل is very good، فيتامين بي is very good، هذا بيساعد. لكن اللافندر أويل أو اللافندر رخيص مش غالي، فرانكنسنس غالي هنا عندنا في بريطانيا. اللافندر موجود في كل مكان تدهن بيه قبل النوم إن شاء الله بيساعد. بس نتأكد لو تعمل تحليل هرمون تبلغنا فيه بعدين نشوف. تمام إن شاء الله الشفاء. خاصة الكورتيزون يعني الاسترس ممكن من الصلافة يعني من اللعاب يعمله. تمام. السؤال من سيدة أيضا تقول لماذا تنتفخ الأرجل من الناحية السفلى في الليل قبل النوم؟ والله انتفاخ الأرجل يعني هل عين مثلا عندها، نرجع ثاني بقدرش أجاوب بالضبط إيش الاحتمالات، لكن الهرمون الكورتيزون بالذات بيلعب دور كثير، الغدة الدرقية زي ما قلنا المشكلة في الغدة الدرقية في الـ NHS بحللوا TSH و T4
تمام. كما قلنا الثيروكسين مقسوم قسمين، تي 4 اللي هو ثيروكسين 4 90% وهذا خامل inactive غير نشيط، والتي 3 هو النشيط. فبعض انواع الاكل مثلا زي اكل البريسيكا فود من كثر اكل الكبج كثير والزهره مع انها مفيده جدا هي، لكن في هذه الحاله لا، الصويا كمان مش كويس في هذه الحاله. تمام. لازم يعمل تحليل حاجه اسمه فري تي 3 وريفرس تي 3 مع التي اس اتش وتي 4 عشان نتاكد من انه هذا من، لكن مع المساج ان شاء الله تعمل مساج للارجل بالزيت الزيتون مع اللافندر. وكمان الافضل كمان قبل هذا ابسم صلت املاح الابسم في الحمام، في الحمام سخن يعني، تحط عليه كبشتين ثلاثه من او كاستين ثلاثه من املاح الابسم، موجود في كل الصيدليات ورخيص. نعم. وتتلك وبعدين تقوم تعمل بالمساج بزيت الزيتون واللافندر. تمام. دكتور في سؤال، يعني منهم اكثر عذرا يعني بالافطار عدم الصيام من مرضى السكري او انواع مرض السكري اللي ممكن يسمح لهم بالافطار بتوصيه طبيه؟ والله هذا دائما انا بترك الجواب لطبيب الشخص، يعني انا ما بقدرش انا اتدخل. نعم. لكن اذا انت كنت على مثلا تايب 2 وانت عندك يعني بالانسك، دائما المشين هي اللي بتحكم زي ما قلنا، يعني قديش تقيس سكرك قبل الاكل، بعد الاكل بساعه او ساعتين، اثناء النهار مثلا قبل النوم، وتشوف وتسال طبيبك يعني استشيره على اساس ما يكونش في خطور عليك. لكن فتايب 2 اقرب انه يقدر يصوم، تايب 1 لازم يكون استشاره دقيقه وتحكم كويس لانه بياخذ هرمونات لازم يستشير طبيبه يعني. تمام. دكتور عودة قبل يعني نختم على الهرمون الغدة الدرقية ووظيفتها، وهذه طبعا دائما نجد كثير من الشكاوي لعدم توازن هذه الغدة ومما تسبب مشاكل صحية عديدة لأهميتها طبعا وظيفتها أساسا. أول الثيروكس تقول هذه الغدة الدرقية هذه اسمها أبل آدم، حواليها في زي الفراشة. نعم. شكل هنا، وحواليها كمان هذه الثيرويد وباراثيرويد. الثيرويد تفرز هرمونين، هرمون كالسيتونين بيعدل مع الباراثيرويد هرمون بيعدل الكالسيوم بين العظم والدم. الهرمون الثاني تاع حلقة اليوم اللي هو الثيروكسين. الثيروكسين مقسوم قسمين، ثيروكسين 4 تي 4 وثيروكسين 3 تي 3. الثيروكسين 4 تي 4 90% وهذا ان اكتف خام يعني غير نشط، ولهذا كل التحليل دائما بيطلع بيقيسوا تي اس اتش هرمون جاي من الغده البيتيوتري غده النخاميه، بعطي لما يكون الثيروكسين نقص تفرز الغده الدرقيه الغده النخاميه تي اس اتش ستيمولينج هرمون عشان يعلي الثيرويد الثيروكسين. لكن المشكله هنا انه بيقيس التي 4 فبيطلع التي 4 عادي وطلعت التي اس اتش عادي. احنا المفروض عشان تتاكد انه الثيرويد تشتغل مظبوطه قيس التي 3 يعني اسمه فري تي 3 وريفرس تي 3 ثم قيس الاثنين مع تي اس اتش وتي 4. لماذا دكتور بالتحديد يعني مهم جدا نعرف الاجابه، لماذا؟ لماذا ايش؟ لماذا نقيس هذا الاختبار؟ الثيرويد نشطة ولا يعني ليزي ولا نشطة عادية ولا اوفر اكتف. نعم. فلازم نقيس التي 3 وريفيرس تي 3 بالاضافة للتي 4 والتي اس اتش، لكن ما ينفعش تقيس تي اس اتش وتي 4 لانه انا شفت معظم الناس اللي بيروحوا يقيسوا لهم الثيروكسين بيقيسوا تي اس اتش وتي 4، وقلنا التي 4 هو 90% من الثيروكسين و90% وهذا خام يعني ان اكتف غير نشط، ولا دائما يطلع طبيعي. كيف طبيعي؟ طب انا دائما ايدي بردان، دائما عندي تعب، دائما ليزي، دائما عندي صداع، دائما عندي امساك، دائما عندي وزن مش عارفه بعمل ألف رجيم مش راضي ينقص الوزن، المراه دائما دوره ملخبطه عندها انيميا. نعم. فهذا المشكله يعني. فهو الثيروكسين يفرز من الغده، هذا بيدخل في كل خليه، وهذا بيلعب دور في يعني بعض الاطفال بسمى كريتينيزم بيكون قزم لانه عنده بيكون من الاساس نقص في هذا الهرمون، بيلعب دور في
في حرارة الجسم، لأنه ساعات لما يكون ناقص كثير بيكون برودة أطراف حتى في الصيف. نعم. بعكس، ولهذا بتلاقي الهايبر ثايرويد بيكون عنده دفء حتى في الشتاء، يعني دي دافي بس بيكون عنده بالبيتيشن، قلبه بدو كثير ومعرض لضغط الدم والقلب. هذا امساك، هذاك اسهال، وهكذا عندك الاعراض باينه بالضبط بالضبط. نعم. فبيلعب دور في التنفس، في القلب، في النيرفس سيستم، في الـ في الـ في المينسترال سايكل زي ما قلنا، بيكون الدوره متلخبطه عند المراه وسبب لها انيميا، في الوزن، في الكوليسترول ليفل في الجسم. نعم. ايش العوامل اللي بتتدخل في تلعب دور؟ الاسترس، لانه الاسترس لما يكون الكورتيزون عالي بيمنع تحويل التي 4 الخام الى التي 3 النشط، بيظل تي 4 كثير اللي هو ان اكتف خامل، وهذاك النشط بيظل قليل. كمان الميركري لما يكون يعمل فيلنج الواحد نفس الشيء. الميركري هي طبعا حشوه الاسنان اللي بتستعمل، بيمنع تحويل التي 4 لتي 3. كمان الفلورايد، الفلورايد الموجود في بعض المعجون في الاسنان او بعض المياه. نعم. بيلعب دور يعني وظيفه زي اليود، لانه هو ثيروكسين مكون من ايش؟ مكون من يود، معدن، مكون من 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 تيروزين، من الزنك، تيروزين والزنك بيلعب دور في الموضوع، بالاضافه لعامل اخر. يعني في حتى ثلاث اربع اشياء هذه بتكون بيلعب دور. هنا الفلورايد بيحل محل اليود في فهذا بضعف الثيرويد. يعني نعم تمام. الاكل كثير لما بيكون الواحد بياكل كثير، لما يكون عنده ليزي ثيرويد او على يعني على بسيط، اكل كثير، الاكل اللي هو الملفوف والزهره والراس الاسترام، مع انها مفيده جدا هي اساس، بس في هذه الحاله لا. هذه العوامل اللي هي بتسبب. طيب تتاكد هذا، لازم نعمل تحليل الثيرويد 3 تي 3 والريفيرس تي 3 3 تي 3 ريفيرس تي 3 بالاضافه للاثنين التانيين العاده اللي بيعملها الجي بي، تي اس اتش والتي 4. تمام ممتاز. عوده ايضا لل الهرمونات بشكل عام وإعادة توازنها في أجسامنا تحتاج لكثير من النصائح الهامة، منها الدكتور تذكر لنا إياها. إحنا أنا لو كنت أقول مثلا في الهرمونات مكونة من بروتين وبعضها يكون من الدهون، مثلا الإنسولين مكون من بروتين، إذا عايزين في كل والثيروكسين بروتين والأدرينالين بروتين، الليبتين دهن، الجريلين بروتين. فعايزين في كل، اولا لازم ناكل يعني السكر هذه انا قلت رمضان ما فيش حلويات، احنا حولناها عادي سيئه رمضان، يعني نتشكل نتفنن في الحلويات وبناكلها بكثره كمان يعني. فالله اعطانا فرصه عظيمه انه زي ما قلنا صارت انسولين سنسيتيف، هذا ما تحصلش الا في الصيام، انسولين سنسيتيف واحيانا في الاكسرسايز. فعايزين في كل اكله بدنا بروتين، وفي كل اكله بدنا جود فات، زيت زيتون، زيت كوكونات، زيت سمسم، وهذا موجود طبعا غير في الفيش اويل مثلا في المكسرات. فلازم يكون هذول الاثنين، اذا نقلل الشوجر السكر او بلاش منه خالص، واذا لابد اكل حاجه حلوه يعني اكل، لانه الشوجر احنا بنسميه حتى امتي كالوري، يعني لا في الياف ولا في فيتامينات ولا في معادن ولا فيش في اي فائده، عباره عن كالوري برفع السكر فقط يعني. فلازم مع كل اكل ناكل جود بروتين، ومش مهم يكون يعني لازم يكون بروتين حامل، بس البروتين حامل مهم، مثلا البيض عشان الذاكره مثلا، والبروتين البيض من اجود انواع البروتين، حتى يفضل على السمك حتى من ناحيه الذاكره واللحم. لازم يكون في بروتين، لازم يكون في جود فات، مكسرات، بيض، زيت زيتون، ما كذا. لازم يكون في اي نوع من الاسترتش، اي نوع من الرياضه يعني. ما قال الاخ اللي من الجزائر، يعني ممكن انت وزوجتك تعمل استرتشنج، حتى استرتش تمرين التنفس، وهذاك في المراه طبعا قاعده طبعا تتعب. وهذا بالنسبه دكتور لضيق الوقت، بالنسبه للزيوت حتى نختمها. اوكي، وهاي فايبر دايت قلنا، السبلمنت اذا ولا بد اخذ بروبيوتيك، لان بروبيوتيك بكتيريا صديقه، مش بس لصحه الامعاء، لانه قلنا
العقل السليم في الجسم السليم. الجسم السليم يعني الهضم، يعني بروبيوتيك، لأنه قلنا في عدد البكتيريا الصديقة في الجسم أو البكتيريا الجنرالي صديقة غير صديقة 10 أضعاف خلايا الجسم. فأول عامل تأخذ بروبيوتيك أو البروبيوتيك فود اللي هي زي الزبادي مثلا. تمام. فيتامين سي مهم أقل جداً. من دقيقة دكتور، في أقل من دقيقة جهاز المناعة، مغنيسيوم ريش فود اللي هو المكسرات والأوراق الخضراء، الزنك مهم، الأوميجا 3 مهم، فيتامين دي 3. إذا ولا بد حاولت كل هذا وما فيش، أشواغندا، عشبة أشواغندا خذها شورت كورس مهم جدا. اللايف ستايل قلنا تراي اكسرسايز، تراي تعمل الريلاكسيشن هذا، لافندر مهم كثير، روزماري، الفرانكنسون الزيوت تدهم بها مساج مهم على الأقل. يعني كل يوم انا بعمل قبل بعد النوم او قبل النوم بعملها المساج هذا. تمام دكتور ابراهيم عدوان استشاري الطب البديل، شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح القيمه والهامه جدا بكيفيه فقدان الوزن في شهر رمضان المبارك، وايضا في محاوله اعاده توازن الهرمونات بالغذاء الصحي، وكما استمعنا لكل هذه النصائح القيمه. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل متابعينا متابعي برنامج كيف الصحه. سيكون لنا موعد اخر ان شاء الله الاسبوع القادم السبت في موضوع جديد، انتظرونا. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.